حلوني يا بني. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. النهاردة ربنا بيكلمنا عن الاستعداد للحياة الأبدية، وعشان استشهاد القديسة يوليطة اللي كانت غنية زي ما سمعنا، وبعدين واحدة اغتصب فلوسها، واحد شرير بالقوة خد الحاجة، قالت له ليه بتحاول معاه، راح اشتكاها للوالي ان دي مسيحية، ودي كانت أكبر تهمة تتقال على إنسان. هي ما أنكرتش، أيوة أنا مسيحية، فبدأ يعذبها عذابات كثيرة، وبعد كده ألقاها في النار فأسلمت روحها وانتقلت إلى السماء. العذارى هم كل النفوس، ففي عذارى حكيمات وعذارى جاهلات، الكل معاهم مصابيح، ولكن في حكيمات اهتموا يجيبوا زيت في الأنية بتاعتهم، وبالتالي مصابيحهم ممكن تبقى مولعة وحلو، والجاهلات قالوا مش مهم أهملوا. وبعدين الكل مات، يعني الكل ناموا خلاص. بعد كده جه بقى العريس وصحيوا الكل، فالحكمات جاهزين معاهم الزيت بتاعهم، أما الجاهلات معهم شيء. طب سلفونا، لا ما ينفعش، روحوا انتوا اشتروا، هيشتروا طبعا. كان الموضوع انتهى، ودخلوا السماء الحكيمات، والجاهلات لم يجدوا لهم مكان مع ربنا، وألقوا بعيدا عن الله. الزيت ده هو عبارة عن محبتي لله ومحبتي للناس. إذا كنت أنا مهتم طول عمري أحب الله وأحب كل اللي حواليا، يبقى هو ده الزيت. الزيت ده طيب الشيطان هيقعد ساكت؟ لا طبعا، بيحاول يعطل. يعطلنا إزاي؟ بيعطلنا إما بالخطايا، أي أنواع من الخطايا، أي شهوات، أي حاجات تبعدنا عن ربنا. وفي خبثه بيبين إن دي حاجات، والحقيقة هو قاصد من كل ده يعطلني، بس أبقى مش فاضي أقرب من ربنا، ولا أهتم ولا أحس بالناس اللي حوالي. وطبعا مش هقدر أحب الناس إذا كنت ما بحبش ربنا أصلا. عشان كده الإنسان اللي بيتوب بسرعة هو ده اللي بيلحق يقعد مع ربنا ويحبه، وبيقدر يحب الناس، مشغول بهدفه اللي هو ربنا. واللي بيعرف يحب هيعرف يحب الكل. وإذا ما انفعش الخطية مع بعض الناس يشغلهم مشاغل 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 كثيرة، مش خطأ مش خاطئة، بس المهم يعني ما تبقاش فاضي تقعد مع ربنا. والخلاصة أبعدهم برضو عن ربنا. طب والحل؟ يبقى الانظام ليا، قانون روحي ليا، حاجة أنا ملتزم بيها، لازم أصلي إيه وأقرأ إيه وأتناول إيه، حاجات دي هي الأهم، وبعد كده أرتب كل أمور وانشغالاتي. لكن أدخل في دوامة العمل ودوامة احتياجات مادية مختلفة، وأجيب فلوس كتير وأصرفها، وفي الآخر أنا مش فاضي لربنا، طب أنا ضيعت هدفي. الإنسان العاقل يبص لقدام، أنا رايح السماء ولا لا؟ عايز أروح. طب ما تفضي نفسك شوية لربنا، هو اللي مش فاضي لربنا هنا هيشوف ربنا؟ طبعا لا، وبالتالي ملكوش مهم في السماء. ثالث حاجة ممكن يعطلنا بها الشيطان، يخلق مشاكل، مشاكل عشان أتعطل بيها، وبعدين المشكلة تخلص أشيل همها وأتعب فيها، روح داخل في مشكلة تاني وتالت وعاشر، لغاية أجد نفسي حياتي مجموعة مشاكل. والخلاصة عرف يضحك علي الشيطان ومانيش فاضي أقعد معاه. هذه هي الطرق اللي بيستخدمها الشيطان، الخطية بأنواعها، كل الشهوات والكبرياء وكل الحاجات دي هي اللي بيحاول يعطلنا بيها، وعلاجها التوبة. والمشاغل علاجها يكون لي نظام روحي ثابت فوق كل حاجة، أما المشاكل فده حرميها على ربنا، والله وعد إنه يسندني في كل شيء حتى أظل أنا مرتبط بربنا، بل بالعكس
ولاد ربنا المشاكل تقربهم من ربنا ويتشعلقوا فيه. الله يعطينا نعمة أن ننتبه ولا يخدعنا إبليس، ونهتم كل يوم ما تضيعش يوم من غير ما تجمع زيت أو تجمع حياة حلوة مع ربنا، حب لله وحب للناس، هذا هو هدف حياتنا حتى يكون لنا مكان في السماء. كل شيء سينقضي ويزول، كل انشغالاتك اللي انت مهتم بيها كل ده حيروح، حيبقى حاجة واحدة بس، بحب ولا لا؟ بحب الله بقلب كامل، بحب الناس بقلب نقي. إذا كنت كده ماشي في هدفي ده حوصل واتمتع، ولا تعطلني كل معوقات إبليس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.